كلكم. الموضوع بتاعنا النهارده على التجارب العمليه من الدول المختلفه. هنتكلم على كذا موديل يا رب يكون ليه فايده. احب في الاول بس اعرف حاجه، كل النماذج انا عندي قاعده في حياتي بتقول ان كل النماذج والافتراضات خاطئه. يعني ايه؟ All models and theories and postulations are wrong. يعني ايه برضه؟ يعني لما كنا بناخد في الفيزياء ان الـ x plus y equals z ده في الحقيقه العمليه ما بتتحققش. احنا بنحتاج ان احنا نكتسب علم عشان يبقى عندنا معرفه، ومن خلال المعرفه نشوف التجارب العمليه اللي نقدر نحكم بيها ايه التجربه اللي تناسبنا. مشكلتنا كان عندي من احد المشاكل اللي احنا شفناها ان احنا بناخد تجربه امريكيه، تجربه يابانيه، تجربه صينيه، وتقدر كانت التجربه عمرنا ما عرضنا التجربه. وان عرضنا التجربه ما بنوصلش فيها لاحسن اداء. من هنا الرساله بتاعتي الحقيقيه في المؤتمر النهارده ان احنا نعمل نموذج عربي خاص بكل بيئه، لان كل البيئات مختلفه. طيب النقطه اللي انا هتكلم فيها دلوقتي، انا دكتور اصلا بس تخصصت في الاداره بعد كده. عندنا في الطب في حاجه اسمها تريتمنت فيلير. يعني ايه؟ يعني ان انا اشخص المرض غلط في الاول ومن خلاله بوصف علاج غلط ويطلع المريض في الاخر ما يخفش. ده ازاي نقدر نستفاد منه في التنميه البشريه والموارد البشريه؟ لازم نبدا نشخص الاول ايه المرض اللي عندنا في المؤسسه عشان نقدر نوصل لتنميه بشريه حقيقيه. هناخد النهارده اربع نماذج، نموذج من اليابان، نموذج من سنغافور، نموذج من الامارات الشقيقه، نموذج من نيدرلاند او هولندا. صفتي جاي من عالم الطيران. السي او بتاع جابان ايرلاين اسمه بروكا نيشيماتسو، ده واحد من عالم الطيران اللي بدا ارفعه الكابتشور دايما. ليه؟ احنا عارفين حادث فوكوشيما اللي حصل في 11 مارس 2011. حصل ايه في الموضوع ده؟ بالنسبه لعالم الطيران اليابان انهارت اقتصاديا، وبالنسبه للايرلاين جابان ايرلاين ما كانش فيه حل الا ان الدول كلها توقف في التعامل مع اليابان. الراجل ده عشان يحل المشكله دي قال قدامنا حاجه من اتنين. الحاجه الاولانيه ان انا ارفض الموظفين. الحاجه الثانيه واللي هي اصعب ان انا اعمل ريدكشن للكوست. بعد اذن حضرتك قول لي لو يجي ترشيح النفقات يتم ازاي في المؤسسات؟ هو حقيقة يا اما تقليل الموظفين زي ما قلت. اوكي. او انه ترشيد الانفاق. في اغلب الدول العربية بيتم قطع التدريب. لما يحصل أي مشكلة يحصل قطع التدريب، مع إن التدريب ده أهم وقت، لأن نقدر نواجه بيه بعد كده المؤسسات الدولية إن إحنا نعمل تدريب أكتر في فترة الركود اللي عندنا. تاني نقطة، الراجل ده خد الهرم بشكل مختلف خالص. الهرم بيقول ان احنا نرفض الموظفين الادنى ثم الاعلى ثم الاعلى ثم الاعلى. الراجل ده قال ان احنا ليه نبدا بالموظف الادنى؟ انا هعمل حاجه ظريفه جدا، انا هاجي على التوب مانجمنت الاداره العليا واسويها بقيه الموظفين. يعني ايه؟ يعني انت صاحب رئيس مجلس اداره الشركه اشتغل فيها زي اكنك عامل. يعني الراجل ده قال يا جماعه عندنا عربيات كتيره في جابان ايرلاين، احنا هنقطع العربيات، كل الناس هتيجي في اتوبيسات الشركه. يعني الراجل ده قال بدل ما كنا بنجيب اكل من بره كل الناس هتاكل في الكافيتيريا بتاعت الشركه. الراجل ده عمل مكتبه ومكاتب كل التوب مانجمنت عملها في نص المؤسسه. يعني ايه؟ يعني الديسيجن ميكنج بيتاخد بسرعه، اتخاذ القرار سريع. ودي في حد ذاته هو ده علم الموارد البشريه. ازاي ناخد القرار وازاي يبقى عندنا حاجه اسمها هيومن كابيتال. يعني الغرب بيقول ان لما بتيجي نحسب الاسس اللي هو الاصول بتاعت الشركه بنقول اغلى اصول في الشركه هي اصول الموارد البشريه.
امريكا اي رئيس مجلس اداره شركه طيران في امريكا مرتبه في السنه لا يقل عن 200 مليون دولار في السنه. يعني معدل الشهر بتاعه حوالي 10 مليون او اكتر، 15 مليون دولار. الراجل ده جه قال لا انا اول ما هبدا اقص ريدكشن للكوست دي مرتبي من مرتب التوب مانجر هوفر من الناس الكبيره اللي عندها ولاء المفروض المؤسسه دي اللي كانت من خير المؤسسه دي، وابدا اخلي العامل يحس ان احنا كلنا واحد وفي مركب واحد. في سؤال في المثال اللي فات؟ اي حد عنده سؤال في المثال اللي فات؟ طيب ناخد التجربه الثانيه، تجربه سنغافوره. سنغافوره جه واحد برايم مينستر في سنغافوره اسمه لي كوان يونغ. ده صاحب نهضه سنغافوره. ده الشخص اللي قام وكل واحد سنغافوري يفتخر ان هو كان القائد بتاع سنغافوره. الراجل ده مات في 2015 والعالم كله وقف حزن على الراجل ده، ليه؟ الراجل ده قال سبب نهوض اي دوله هي التعليم. وعشان ننهض باي موارد بشريه محتاجين ان احنا نعلم الناس كويس. ولنجاحي الحقيقي في سنغافوره ما كانش مبني على سياساتي او كده، مبني ان انا صرفت كل اللي بيصرف، صرفت اقتصيت من الصحه، اقتصيت من كل الاقتصادات اللي عندي وكل الموارد اللي عندي واستثمرت في التعليم. فطلع لي المهندس الناجح، طلع لي الدكتور الناجح، طلع لي الاقتصادي الناجح اللي رفع من المؤسسه. وده هو نجاح سنغافور الناتشورال ريسورس اللي هي البيج. سنغافوره هي رقعه صغيره جدا من الارض. نجاحها الحقيقي جه من الناس اللي فيها. طيب الراجل ده عمل موديل في تسع ليدر شيب، تسع حاجات قياديه هو التزم بيها. الحاجه الاولانيه ان كان الراجل ده عنده بريف، احنا بنقول ان النيه محلها الفرد لاول ما نقدر نغير في مؤسسه. بعد كده كان عنده امباكت، كان عنده تاثير على الناس. الراجل لما بيتكلم الناس بتسمعه. بعد كده كان عنده انفلونس. يعني ايه انفلونس؟ تأثير إيجابي. الناس كلها بتحبه وبتثق فيه. بعد كده عمل الريسايلنس، الريسايلنس يعني الفلكسبيليتي بتاع الجفرنس، الحوكمة والعوقبة ودورها، المرونة في الحوكمة والعوقبة في المؤسسات والشركات، والريورد بانشمنت اللي هو المبدأ الثواب والعقاب، وإزاي أسيب الموظف أكتر ما أعاقبه. بعد كده كان عندنا السيلف افيكاسي. يعني إيه السيلف افيكاسي؟ ايه السيلف افيكاسي صحيح كده، بس في حاجه ثانيه انت تقدري توصلي لغايه فين؟ طب انا اقدر اوصلك لغايه فين؟ يعني هو حاجه بعد قدره الناس في المؤسسات. بعد كده الكولابوريشن، كولابوريشن يعني ايه؟ ليه؟ ليه؟ الكولابريشن التعاون والتنوع يشمل الكوبريشن ويشمل الدايفرستي. يعني ايه دايفرستي؟ يعني مصر هنا ما كانتش تسرى ثقافيه بدون وجود حضراتكم معانا. يعني ايه؟ يعني التنوع اللهجات وتنوع الاجناس وتنوع البشريه الموجود، إن خلقناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا. أي مؤسسة فيها مالتي كالتشرال ده بيدي بوزيتيف انديكيتور على المؤسسة. ليه؟ لأن بيخلي المؤسسة ويل ريكوجنايزد انترناشونال، ويل ريكوجنايزد يعني معترف بها دوليا، لأن بيشتغل بها جميع الأجناس بدون راسيزم. جلوبال انفلونس. الراجل ده أثر، قال إن سنغافورة دولة صغيرة ولازم تاخد اصدقاء من كل الدول اللي حواليها، وبالتالي علاقاتها القويه مع العالم الخارجي هو اكثر قدره على التريدنج، على التجاره، على نشر العلم، على
سكسيشن بلان. في ناس كتيره ناس ناجحه بس لما بتقود بتفشل. ليه؟ حد عارف؟ وما عندهمش تخطيط وما بيعرفوش يبنوا. انا اشتغلت مع الفريق احمد شفيق في مصر. الفريق احمد شفيق في عالم الطيران كان رمزي كبير جدا لانه كان عنده حاجه كلنا محتاجينها. ازاي ابني تيم وانجح بيه بسرعه؟ ازاي ابني تيم اشوف اقعد مع خمسه الاقي منهم مين اللي عنده نجاح واقدر استفاد منه ازاي؟ واطلع بيه يمسك قياده ازاي؟ السلف افيكسي اوبرا وينفري حد عارفه؟ الراجل ده توني روبنز خلاها تمشي على النار. هل في الوقت الطبيعي انا لما اقول لحضرتك في قدامكم نار حد يمشي عليها؟ حد يمشي عليها؟ انا مشيت 3 مرات. ازاي؟ هي 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 حد اداك بوزيتيف انرجي هتمشي هتنجح هتنجح هتوصل هتقدر تتحقق. اوبرا وينفري اللي بيتكلم عن علم والويزدم في امريكا تمشي على النار مش لوجيك. بس الراجل ده خلاها تمشي على النار. خلاها هتقدري هتوصلي. وده الليدر شيب سكيلز اللي احنا محتاجينه في اليوم الريسورس مانجر. الكولابريشن زي ما قلنا اي مؤسسه الكرياتيفيتي بتاعتها وانوفيشن الابتكار والاختراع بينبع من الموظفين اللي جواه. ولو ما بناهاش في الانترنال فيجر لو ما عرفش يبني الشكل الداخلي بتاع الموظفين هو خسر كتير قوي من شكل المؤسسه. وده الهيومن ريسورس مين فانكشن ان هو يبني شكل خارجي وداخلي للمؤسسه. السكسيشن بلان زي ما احنا شايفين عندنا 6 موظفين واحد منهم الماس او احسن من الالماس. ازاي نقدر نلاقي الموظف ده بالايفالويشن ميثودولوجي او الاسسمنت ميثودولوجي اسلوب التقييم الموجود في المؤسسه؟ ازاي اقدر الاقي الموظف ده بشكل حيادي؟ هو الحيادي هو كوانتيتيف ولا كواليتيتيف؟ الحيادي بشكل الحيادي هو الكواليتيتيف ولا كوانتيتيف؟ يعني حضرتك حلو ولا وحش؟ طيب حضرتك تقييمك 1 2 3 4 ولا حلو وحش؟ انهي بالنسبه لك كمؤسسه احسن؟ 1 2 3 مش حب كله. احنا كلنا في الوطن العربي ماشيين بالكواليتيتيف وحب وكره. لازم يكون عندنا اسلوب تقييم للموارد البشريه. طريق التوفيق التيم مين يمشي مع مين؟ حضرتك اي مؤسسه اي مجموعه عمل لازم يكون فيها ايجابيات مع بعض. يعني ايه ايجابيات مع بعض؟ حد بيحب الشوكولاته هنا؟ حد بيحب الشوكولاته؟ نوع ايه من الشوكولاته اللي حضرتك بتحبيه؟ باتشا. اديني نوع مميز لقلبك. بلجيكيه. اوكي. حد تاني بيحب الشوكولاته البلجيكيه هنا؟ احنا لازم لما نعمل تيم يجتمع على حاجه بيحبها. انا عملت الجروبنج ده كان فيه ناس بتحب شيبس. الشيبس ده طلعت منه حاجتين، شيبس بالجبنه، شيبس بالشطه والليمون. شيبس ليه؟ عملت كومن جول الاول. انا ما بتكلمش على الشيبس كشيبس، انا بتكلم على الايديا كتوبيك. لو انا حب لد ايه فاتو؟ انا بحب لد. لد دي شوكولاته؟ شوكولاته سويسريه الماني. لندت لندت انا احب لندت. يبقى احنا الاثنين ممكن نشتغل على تيم واحد نكومبيت مع الشوكولاته البلجيكيه فنخلق الكومبيتيشن بالشكل. انا فعلا ده مفتقدينه. ازاي نحب حاجه ونتجمع فريق عليها ونعمل بينهم منافسه؟ طبعا وزاره السعاده الامارات رايده في حاجات كتيره قوي. الامارات احنا كلنا فكرنا، يعني انا عن نفسي سمعت الكلام ده كتير في مصر. ناس بتضحك وتقول الامارات عامله وزاره التسامح والسعاده. كلنا هنضحك. تفتكر الموضوع ده كان ليه؟ اي حد عنده فكر الموضوع ده ليه؟ ليه وزاره السعاده ووزاره الابتسامه؟ ايه الاهداف الاقتصاديه والسياسيه والعلميه من خلال وجود الوزاره دي؟
اي حد يجاوبني ليه؟ ليه الانتاجية؟ ليه بيضرب في الانتاجية السعادة؟ لأن النفسية بتلعب دور. طب لما بنتكلم عن الجودة، الجودة هي إيه؟ طيب هو لما نسعد أولا الموظف هو بيسعد العميل. أوكي. بينعكس على الأداء وعلى الإنتاجية وعلى زيادة الإنتاجية والجودة في الخدمات يعني. كمان كلام حقيقي صحيح بس ده الناتج النهائي. قبل كده قبل ده الدولة لما بتبص على السعادة في النقطة دي بتبص على أقل تكلفة. الجودة عبارة يا جماعة عن أقل تكلفة وأعلى إنتاجية وأحسن إنتاجية. يعني إيه؟ البيست كواليتي مع المينيمم كوست. هو ده في باريتو بيقول إن 80% من احتياجاتنا نقدر لو غطينا 20% من احتياجاتنا نتغطي 80%. يعني إيه؟ يعني عندي الموظف عنده 10 احتياجات، لو انا غطيت منهم 2 اسينشال في حياته وتاثيره قوي ال 80% ما عادش ليهم لازمه. زي ايه؟ اديكم البيئه عندنا في مصر. لما الشركه عندنا الموظفين يجوا كل واحد بعربيه عندهم استهلاك وقود عندهم عندهم عندهم. لما الشركه عندنا تعمل نظام مواصلات محترم يحترم الموظف ياخده من بيته دور تدور، حاجات كتيرة قوي الناس هتسمح ليه. يشوف أقل تكلفة وأعلى معايير للسعادة، هو ده المطلوب. وده هدف وزارة السعادة. إزاي بأقل تكلفة أوصل بالشعب الإماراتي لأكثر سعادة ويحقق لي الريفليكشن بتاعه إيه؟ مفيش ثورات، مفيش أزمات في الشركات، الناس عندها لويالتي يعني ولاء. الناس عندها ولاء اكثر للمؤسسه، الايجابيه. لما بنقعد اربعه مع بعض يا جماعه، المرض النفسي معدي والاكتئاب معدي والنيجاتيف انرجي معديه. لما بنقعد مجموعه مع بعض يبقى واحد مكتئب بيعدي الكل. فازاي اوصل بالسعاده ان اخلي الشخص ده سعيد فينعكس على الباقيين اللي حواليه؟ من هنا طلع اي حاجه ليها اندكس اسمه مؤشر السعادة. الاندكس هنا يقدر يقول الدولة دي بتنهض كذا عشان معيار السعادة يرتفع فيه. طلع لغاية فين؟ الليفل بتاعه فين؟ وهنوصل بيه لغاية فين؟ المردود تضمين السعادة في البوليتكس، في السياسات بتاعة الدولة. والجهات الحكومية. القيم والمبادئ والمسن. اتفضل. مداخلة في الموضوع هذا، نحن حينما نتكلم عن السعادة وإسعاد العميل وإسعاد الموظف، هل واقعنا العربي من وجهة نظرك يعني يسمح لتطبيق هذه المعايير؟ طبعا العرب جنادير، بس لو فتحت نار. طيب ما في مشكلة، بس ما زال واقعنا نطبق المعايير اللي قبل معيار السعادة حتى نصل نرتقي. ما هي هي الأول تؤمن بالمؤسسة اللي حضرتك شغال فيها. لو احنا ما آمناش بمؤسساتنا ومؤسسات ما آمناش بمكان شغلنا وما كانش عندنا رضا بالمرتب اللي بناخده وما كانش عندنا ولاء، الراجل التوب مانجمنت معلش السي او بره مش جاي من المؤسسه بيشتريه، يعني رئيس مجلس اداره شركه جابان ايرلاين ده بيجي من مؤسسه ثانيه، يعني بتاع ابل يطلع مكان ثاني، شركات مختلفه بتيجي لبعض. الراجل اول حاجه قال يا جماعه انا عندي ولاء فعشان كده هقص من مرتبي. القيمة هنا ان احنا يبقى عندنا ايمان الاول. الايمان محل القلب. اتفضل. اهالينا يعني يقولوا النهارده يقول الجيل صعب والظروف صعبه. انا كنت اقعد مع جدي كان الكلام دايما يقول ان احنا ما كناش لاقيين ناكل. احنا كان بيجي لنا رغيف عيش وحته جبنه ده غدانا. احنا كل حياتنا كانت طوابير. النهارده في فاسيلتيز كتير بس احنا مش راضيين لان شايفين التشالنجز عالي. جلوباليزيشن عمل فينا كده، العولمه عملت فينا كده، الميديا عملت فينا كده، بس مين فينا بياكل وبيحمد ربنا؟ امين. مين فينا فعلا بيشتغل؟ مين فينا عنده طاقه ايجابيه وبتشرب؟ مين فينا قال النهارده ان هو اثر على كام موظف زميله وحل مشكلته؟ مين فينا اتعرض لمشكله وقال وفكر فيها كويس وعرف يحلها في شغله؟ مين فينا بيسيب الشغل